الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري تحت عنوان المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص. الحضور الكريم، طيب الله صباحكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة، والذي يعقد برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة من 24 وحتى 28 من أكتوبر الجاري. وتتبنى نسخة هذا العام شعار المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص. الحضور الكريم، إن أسبوع القاهرة للمياه يأتي انطلاقاً من رؤية مصر 2030، والتي أطلقتها مصر لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة، وهي الاستراتيجية التي عملت مصر على تحديثها بالتعاون مع أصحاب المصلحة من شركاء التنمية. وفي ظل الحاجة لوجود منصة دولية وإقليمية لدعم الحوار البناء والهادف نحو الوصول للتنمية المستدامة اعتماداً على هذا المورد الحيوي، حرصت وزارة الموارد المائية والري على تنظيم هذا الحدث بصفة سنوية حتى في ظل أصعب الظروف التي فرضها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، انعكاساً من إيمانها بهذا المورد المهم في ظل ما نواجهه من تغيرات عالمية كانتشار الأوبئة والأمراض والتغيرات المناخية والزيادة السكانية التي تؤثر على كمية المياه المتاحة للاستهلاك البشري، كذلك تؤثر على المجتمعات وتجعلها أكثر تضرراً. الأمر الذي وضع أسبوع القاهرة للمياه على أجندة الكثيرين من المعنيين بقضايا المياه في المنطقة، وهو ما يجعله يشهد زخماً متزايداً عاماً بعد عام، حتى أصبح منصة تحظى بدعم واهتمام جميع المعنيين بقضايا المناخ وأمور المياه إقليمياً ودولياً. لقد أصبح أسبوع القاهرة للمياه أحد أهم الأحداث المتعلقة بقضايا المياه في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يرتقي مجموعة واسعة من المسؤولين رفيعي المستوى والخبراء والفنيين وكذا جميع الفئات المهتمة والمنخرطة في قضايا المياه والمعنيين بها إقليمياً ودولياً. ضيوفنا الكرام، إن المياه تعني الحماية، هذه هي رسالة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلماته بمناسبة اليوم العالمي للمياه في 22 من مارس الماضي. في هذه الكلمة أكد السيد غوتيريش أن المياه والتنمية المستدامة مترابطتان بشكل كبير، وأنه لا يوجد جانب من جوانب التنمية المستدامة لا يعتمد عليها اعتماداً جوهرياً. كذلك يوضح تقرير الأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم لعام 2021 الذي نشرته اليونسكو نيابة عن الأمم المتحدة أن عدم القدرة على التعرف على قيمة المياه هو السبب الرئيسي لإهدار المياه وإساءة استخدامها. من هنا تدرك مصر أن قيمة المياه لا محدودة، وأنه لا حياة بدونها وليس هناك بديل عنها، وتبرز الحالة الراهنة للموارد المائية الحاجة إلى حسن إدارة هذه الموارد. لذلك يركز أسبوع القاهرة للمياه في نسخة هذا العام على 5 محاور أساسية: التعاون الإقليمي والقطاعي لإدارة الموارد المائية، الأساليب المتقدمة في إدارة المياه بالإضافة إلى المياه والمجتمع، وكذلك المياه والتغيرات العالمية بالإضافة إلى الابتكارات وعلوم البيانات المائية. يشهد أسبوع هذا العام حضور أكثر من 1000 مشارك فعلي و800 مشارك افتراضي عن بعد، فضلاً عن وجود 30 وفداً وزارياً فعلياً و44 وفداً وزارياً بشكل افتراضي. يضم الأسبوع عدة جلسات رفيعة المستوى لخبراء على مستوى السياسي والفني لمناقشة ودعم قضايا المياه والبيئة، ومن بين أهم تلك الجلسات جلسة الإعداد
لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المياه الشاملة لعقد المياه 2023 والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة بالدول العربية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الجانبية منها المنتدى الرابع لشباب الأفارقة المتخصصين في المياه ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار الإفريقي الأوروبي. ويقام أيضا على هامش المؤتمر معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وتقنيات معالجة واستخدام المياه وإعادة استخدامها. تشارك في هذا المعرض 34 شركة متخصصة في مجال المياه. وإيماناً بمبدأ وتشجيع الابتكار والمنافسة والبحث العلمي ورفع مستوى الوعي بقضايا المياه في المجتمع، تم عقد 4 مسابقات في موضوعات المؤتمر لمشروعات التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، بالإضافة إلى المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه حافظ عليها تلاقيها. وتقدم جوائز المسابقة برعاية كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأهلي المصري. الآن تبدأ الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع بكلمة معالي السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزراء، السفراء، الزملاء الأعزاء، بداية وبالنيابة عن دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، أود أن أنقل لكم ترحيب سيادته بالحضور الكريم ورغبته في مشاركتنا افتتاح هذا الحدث الهام لولا ارتباط مسبق في ذلك التوقيت. واسمحوا لي أن أعرب لكم عن سعادتي البالغة بتواجدكم معنا اليوم لافتتاح أسبوع القاهرة للمياه في عامه الرابع على التوالي تحت عنوان المياه والسكان والتغيرات العالمية ما بين التحديات والفرص، والذي سنتبادل فيه الرؤى حيال التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع، وكذلك قدرتنا على إدارة مواردنا المائية من خلال الاعتماد على الأساليب المتقدمة والحلول والابتكارات التكنولوجية في مجال المياه. ويتطلب ذلك إيجاد منصة للتعاون وتبادل الرؤى والمشاركة في مناقشات موضوعية لإيجاد حلول علمية ومستدامة وقابلة للتطبيق لكافة القضايا التي تهدد العالم اليوم. السيدات والسادة، إن النجاحات التي حققها وسيحققها أسبوع القاهرة للمياه بنسخه الأربعة جعلته محط أنظار واهتمام كافة الخبراء ومتخذ القرار حول العالم. ونتاجا لذلك فإن أسبوع هذا العام يضم أكثر من 1800 مشارك ما بين فعلي وافتراضي من أكثر من 100 دولة حول العالم، وبمشاركة 50 من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، كما تضمن الأسبوع 7 اجتماعات رفيعة المستوى و8 أحداث جانبية وورش عمل، بالإضافة إلى عدد 5 مسابقات علمية وتطبيقية والتي تأتي في إطار رفع مستوى الوعي بقضايا المياه على كافة المستويات. السيدات والسادة، أدرك العالم أن المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة، ولكنها أيضاً أحد أهم التحديات التي تواجهنا، فنحن نواجه العديد من التغيرات العالمية كالتغيرات البيئية والمناخية والتحضر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة وعدم الاستقرار في بعض الدول، وأيضاً جائحة كورونا المستجدة وتأثيراتها على كافة الدول في جميع أنحاء العالم. كل هذا مع استمرار الطلب المتزايد على إمدادات المياه في ظل محدوديتها، كما تمثل التغيرات المناخية تحدياً كبيراً في إدارة المياه، فقد شهدنا فيضانات عارمة في دول كثيرة وحرائق غابات في دول البحر المتوسط وارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة في كافة أنحاء العالم،
فالأحداث المتطرفة سنشاهدها بمعدلات أكثر من الماضي، وهذا يتطلب استعدادات مختلفة للتعامل معها، وتطلب كذلك مضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم أكثر شمولية، مع السعي الجاد لتنميتها وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة لمواردنا المائية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. الحضور الكرام، إن الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود تتطلب منا جميعاً تعزيز التعاون العابر للحدود مع إيلائه المزيد من الاهتمام، حيث يعد هذا التعاون أحد مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ويعد أمراً حيوياً لتنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على استدامتها لاستفادة الأجيال المتعاقبة. فإذا لم تتضافر جهود العالم للتعامل مع التحديات المتعلقة بالموارد المائية الأكثر ندرة والأكثر أهمية على الإطلاق، فلن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة، لأننا نعيش في عالم واحد ومصير مشترك. ومن الجدير بالذكر أن تقديرات الأمم المتحدة لعام 2020 تشير إلى أن التكاليف السنوية المقدرة في الدول النامية لتنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية قد تتراوح ما بين 140 إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وما بين 280 إلى 500 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050. لذلك فإنه من الحتمي أن تستخدم الحكومات كافة الأدوات التي تساعد على تحقيق الأمن المائي والتخطيط العلمي الدقيق للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، أخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. السيدات والسادة، أقام المصريين حضارة عظيمة على ضفاف النيل عبر آلاف السنين، فمصر هبة النيل، مقولة قديمة قالها المؤرخ اليوناني هيرودوت. فمصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف، معتمدة على نهر النيل في توفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية ومواردها المائية، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط الطموحة. وعدت مصر خطة قومية 2017-2037 تكلفتها تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليار دولار، وهذا تحدي من تحديات إدارة المياه. إن مصر تواجه عجزاً مائياً أو تعاني عجزاً مائياً يبلغ 90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة المائية تأثير التغيرات المناخية من ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يعرض ثلث الدلتا للغرق أو موجات الحرارة العالية، هذا بالإضافة إلى تغير في إيراد نهر النيل نتيجة إجراءات أحادية، خصوصاً فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، ودون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. لذا قامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في إطار تنفيذ خططها القومية للموارد المائية في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطط، من خلال إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وإعادة استخدامها، وأيضا تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري وصيانة وتحديث المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسي والتوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه وتعظيم الفائدة من كل قطرة منها. السيدات والسادة الحضور، وتمثل التكنولوجيا ركناً أساسياً لرفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها، وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال الرصد والتنبؤ بالفيضان والسيول والأمطار،
والحقيقة برضو بالنسبة لأعمال الرصد والتنبؤ، احنا بنوزع التنبؤ بالأمطار مرتين في الأسبوع لأكثر من ثمان دول شقيقة في أفريقيا وفي الدول العربية، ونستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية المتطورة، كما يتم استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات والبيانات في قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه عن بعد والتحكم في كميات المياه المنصرفة بالمجاري المائية من خلال شبكات الرصد عن بعد. كما يتم الاستعانة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية في نظم المحاسبة المائية ورصد وحصر مواقع تواجد الحشائش بالمجاري المائية والتعديات على المجاري المائية، بالإضافة إلى متابعة التغيرات التي تحدث لشواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك للتعامل معها والاستعداد لمجابهة أي آثار سلبية للتغيرات المناخية، وكذلك استخدام الصور الرادارية في متابعة التغيرات في المنشآت المائية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها وتأهيلها أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أثناء التنفيذ. وتعطي مصر أولوية كبيرة لدعم أواصر التعاون بين مصر وكافة دول العالم، فنحن نحرص على التواصل المستمر في مجال نقل الخبرات والممارسات المتعددة في المجالات التطبيقية والتكنولوجيا المختلفة، وذلك من خلال نقل إمكانيات مصر الرائدة في مجال إدارة المياه وتبادل الخبرات مع دول العالم، كما عملنا على إتاحة خبراتنا من خلال استضافة العديد من أبناء الدول الإفريقية والعربية للمشاركة في العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال المياه. وتحرص مصر دائماً على تعزيز التعاون مع كافة الدول على المستوى الإقليمي والدولي في كافة المناحي، مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا والمنطقة العربية من خلال التدريب وإنشاء مشروعات حصاد الأمطار والسدود وإزالة الحشائش وحفر الآبار وإدارة المياه والبحوث والدراسات. السيدات والسادة الحضور، إن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية، وهي أهم حق من حقوق الإنسان عبر العصور، فدعونا نعمل جاهدين لنستكمل مسيرة التنمية ونحول سوياً كافة التحديات لفرص للتعاون لتجنب الصراعات، فقد وهبنا الله نعمة المياه لنحافظ عليها ولتكون سبباً لرخاء الأمم وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة. وختاماً، لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أتقدم لحضراتكم جميعاً بالشكر، داعين الله عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح، ومتمنياً لكم قضاء وقت طيب بالتعرف على بلدكم الثاني مصر وتفقد معالمها السياحية. شكراً جزيلاً. شكرا لمعالي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. والآن مع كلمة معالي السيد سيغيني بايتيام وزير المياه والصرف الصحي لدولة السنغال ورئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى العالمي التاسع للمياه داكار 2021. Excellence Dr. Abdel Atti, Minister des Ressources en eau et de l'irrigation de la République arabe بجمهورية مصر العربية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، معالي الوزراء، الحضور الكرام، وممثلو المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات العلمية، السيدات والسادة، كل منا وكل منكم بصفته ولقبي، أنا أشعر بالسعادة والامتنان بصفتي وزير المياه والإصحاح بدولة السنغال من أجل الدعوة
التي وجهت لنا لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر وأسبوع المياه بالقاهرة. اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أنقل لكم التحيات الحارة والأخوية لصاحب السعادة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، لصديقه وزميله صاحب السعادة ورئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هذه التحيات موصولة أيضا لحكومة وشعب هذه الأمة العظيمة ألا وهي مصر. أود أيضا أن أشكر صديقي وزميلي دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لجمهورية مصر العربية لتفانيه الكامل ولحسن تنظيم هذا الحدث العظيم في هذا السياق الخاص للغاية، ولكن أيضا لدعمه لعملية تحضير المنتدى التاسع لمؤتمر دكار. كما تعلمون إن السنغال مرتبطة بشكل عميق وممتنة لتعاونها الكبير مع الدول العربية والأمة الإسلامية وبشكل عام وبشكل خاص أيضا مع جمهورية مصر العربية. إن موضوع أسبوع المياه بالقاهرة عام 2021 المياه والسكان والتغيرات العالمية ما بين التحديات والفرص هو موضوع مهم للغاية ويندرج ضمن الأولويات المنتدى التاسع للمياه التي تعتزم السنغال ومجلس المياه العالمي تنظيمه في مارس 2022 بدكار. أصحاب السعادة السيدات والسادة، إن مسألة الموارد المائية وحماية هذه الموارد واستغلالها في سياق النمو الديمغرافي المتزايد والتغيرات العالمية يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لكل السكان الذين يعيشون في أماكن تعاني من جفاف المياه. ومنذ الألفية فإن الموارد البشرية لهذه المناطق قد جمعوا الكثير من المعارف وطوروا التقنيات من أجل التكيف مع البيئة المحيطة بهم. إن النسخة 2021 لأسبوع المياه بالقاهرة تدعونا للتفكر بالدور الرئيسي لأمن المياه في مسألة التنمية وفي بناء السلام والممانعة بالنسبة للمناطق، خصوصا تلك المناطق التي تعاني من قلة الموارد المائية. من المهم أن نذكر أن المناطق الجافة وشبه الجافة من الكوكب تعتبر معملا كبيرا حتى نفهم من خلالها الأزمة المناخية الكبيرة وحتى ننشئ بيئة مستدامة. فإن الاستجابة للتغيرات المناخية تتم من خلال تنفيذ أهداف أجندة 2030، وهو ما يتطلب مقاربة شاملة من أجل استخدام فعال لكل قطرة مياه حتى نضمن الأمن الغذائي وتطوير الأنشطة البشرية وحماية صحة الإنسان وحماية البيئة، وأيضا استخدام آليات للمقاومة القوية ضد الجوائح والأوبئة. التغيرات المناخية تمثل قلب هذه المسألة، فالعالم أجمع يواجه تحديات أمنية واستراتيجية متعلقة بندرة الموارد المائية. فإن التغيرات المناخية من جانب آخر لها توابع خطيرة على الحياة وعلى سبل بقاء البشرية، لا سيما ممن يعيشون في الدول الأقل تقدما. لذا حان الوقت للنظر إلى الحقيقة المناخية أمامنا. يجب أن نتحرك بشكل طارئ حتى نضمن أمن المياه بالنسبة للإنسان وللطبيعة.
بعد عدة أيام سوف نعاني كثيرا حتى نشجع الكل على مواجهة التغيرات المناخية. لذا يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أزمة المياه المتعلقة بأزمة المناخ في العالم، وأيضا نظرا للتحديات والصعوبات المتعلقة بأمن المياه في العالم، فإن السنغال والمجلس العالمي للمياه وبتنظيمهما المنتدى التاسع يعتزمان إعطاء بعدا استراتيجيا للمياه، خصوصا من أجل بناء السلام ومن أجل تحقيق التنمية ومن أجل تعزيز الممانعة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في هذا السياق الخاص بسبب جائحة كوفيد-19. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، المنتدى التاسع للمياه في دكار الذي سيكون بعنوان أمن المياه من أجل تحقيق السلام والتنمية يعتزم تقديم إجابات ملموسة للتحديات المتعلقة بأمن المياه، فإن طموح السنغال هو تنظيم منتدى فعال على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، منتدى يمثل محرك لتعجيل التحرك والاستجابة لمسألة المياه والإصحاح، مؤتمر يلتزم بالتعهدات الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وبذلك ومن أجل وضع المياه في قلب الأجندة السياسية الدولية وبغية إعطاء بعدا استراتيجيا لتعهدات منتدى دكار 2022، فإن رئيس جمهورية السنغال صاحب الفخامة سيد ماكي سال سوف ينظم قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية الكبرى، فإن حكومة السنغال ستكون سعيدة للغاية بأن تدعو رئيس جمهورية مصر العربية لهذه الحدث المهم. سيكون مناسبة لإطلاق تعهد سياسي تاريخي من أجل ضمان حماية المياه وتجديد التعهدات الخاصة بتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة. أصحاب السعادة، وعلى الرغم من الجائحة فإن الإعداد لمنتدى التاسع يتقدم بشكل كامل وبشكل جيد، وبعد الكثير من الجهود المكثفة فإن مجموعات العمل قد تقدمت بمقترحات خلال الاجتماع الثاني للأطراف المعنية الذي انعقد في 17 أكتوبر في دكار، وانتهزنا الفرصة لنوحد نتائج أعمال مجموعات العمل بمختلف الأجزاء السياسية، الجزء السياسي، الجزء الوزاري، الجزء البرلماني، والجزء المتعلق بإدارة الأراضي، والأجزاء المتعلقة بإدارة مياه الحوض. وهذه النتائج ستسمح لنا بتعزيز أعمال منتدى دكار 2022، وأيضا المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لعملية المراجعة لتحقيق أهداف المتعلقة ب 2030 بعنوان المياه والتنمية المستدامة، وهو عنوان المؤتمر الذي سنعقد في 2023. فنحن في السنغال نعمل بشكل وثيق مع الجمهورية حتى ندعم جامعة الدول العربية وأيضا منطقة الشرق ومنطقة شمال أفريقيا، وسوف نقوم أيضا بتوقيع اتفاق محمد عبد العتي ومذكرة تفاهم
سيوقعه السيد معالي وزير المياه خلال أسبوع المياه، وأنني على قناعة بأن هذه النتائج التي ستنبثق عن أسبوع المياه في القاهرة ستساهم بشكل كبير في إثراء محتوى وأجندة المنتدى التاسع للمياه في دكار. فالسنغال مستعدة لاستقبال العالم بأسره في دكار عام 2022 حتى نستطيع معا بناء مقاومة البشرية في مواجهة الأزمات المتعلقة بالمياه. سوف ننتظر المساهمة الكبيرة من مصر هذا البلد الشقيق والصديق في منتدى دكار. وفي الختام أود أن أهنئ مرة أخرى باسم السنغال وباسم شخصيا وزير الموارد المالية والري لجمهورية مصر العربية لهذه المبادرة الرائعة التي تؤسس لأسبوع المياه بالقاهرة كمنصة مرجعية تهدف إلى تحسين الاستدامة والحكم المستدام والمتضامن لموارد المياه في العالم. أنا أنتظركم جميعا في دكار في مارس 2022 لنؤكد مرة أخرى معا أهمية المياه بالنسبة لتحقيق السلام والتنمية. أشكركم جزيلا لحسن انتباهكم. شكرا جزيلا. شكرا لمعالي سيغيني بايتيام وزير المياه والصرف الصحي لدولة السنغال. الكلمة الآن لسعادة السيد عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. السيد عبد الحكيم هو خبير في أمور التنمية الدولية والتعاون الثلاثي، له مساع عديدة في التمكين الاقتصادي والحد من الفقر والحث على التكامل الإقليمي والشراكات والتخطيط الاستراتيجي. معالي الوزير والأخ العزيز الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة، السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير. اسمحوا لي بداية أن أنقل لحضراتكم تحيات الدكتور شو دونغ يو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وأطيب تمنياتي لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة 2021 كل النجاح والتوفيق. كما تشرف بتهنئة جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة على جهودها المستمرة لوضع ندرة المياه والإدارة المستدامة للمياه على رأس جداول الأعمال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. جميعنا يعلم أن ندرة المياه في المنطقة العربية تشكل تحدياً كبيراً ليس فقط على مستوى تقديم الخدمات إمدادات المياه للأغراض المختلفة كالشرب والري، ولكن الأهم يتمثل فيما يترتب على هذه الندرة من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة والمستدامة. لقد تناقص متوسط نصيب الفرد السنوي في المياه المتجددة في المنطقة العربية بحوالي 75% خلال الفترة من 1962 إلى سنة 2017، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التناقص ليصل إلى ما دون عتبة 500 متر مكعب خلال الثلاثة عقود القادمة، الأمر الذي يمثل عائقاً حقيقياً للتنمية، خاصة إذا ما علمنا أن 14 دولة عربية تقع في الوقت الحالي ضمن أعلى معدلات الإجهاد المائي على مستوى العالم، وأن 60% من سكان المنطقة و 70% من النشاط الاقتصادي يتمركز في المناطق الأكثر عرضة وتأثراً بندرة المياه. في هذا الإطار
تشير الشواهد والأدلة أيضاً إلى تفاقم ندرة المياه بسبب تأثيرات التغير المناخ من خلال زيادة تقلبات نمط هطول الأمطار وتناقص جريان المياه السطحية واستنزاف المياه الجوفية وتواتر فترات الجفاف والفيضانات وتأثر إنتاجية المحاصيل الزراعية في العديد من الدول المنطقة. وتقدر التقارير العواقب الاقتصادية المترتبة على ندرة المياه بسبب تغير المناخ إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بين 6% و 14% بحلول العام 2050. إضافة إلى تغير المناخ، سيواصل النمو السكاني والتوسع الحضري فرض ضغوط إضافية على المياه والأراضي والنظم الأيكولوجية، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود وتنسيقها للخروج بحلول تكاملية تستفيد من التقدم التكنولوجي وفرص الشراكة والتعاون مع شركاء التنمية والاستفادة من آليات التمويل المتاحة. سيعاني قطاع الزراعة تحديداً الذي يستهلك أكثر من 85% من موارد المياه من صعوبات في الحفاظ على حصته من المياه في ظل استمرار الطلب المتزايد على المياه للاستخدام المنزلي والاستخدامات الأخرى في قطاعات مثل الصناعة والسياحة، وبدون نهج تكاملي في التعامل مع الأمن المائي والغذائي يمكن لتناقص المياه المخصصة للزراعة أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على استيراد الأغذية وانخفاض سبل العيش لفقراء المناطق الريفية وارتفاع معدلات البطالة والهجرة إلى المدن. ولا شك بأن ندرة المياه تمثل تحدياً في طريق تحقيق غايات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه، والذي بدونه سيكون من الصعوبة بمكان تحقيق الهدف الأول المتمثل بالقضاء على الفقر، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وسوء التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. ودون إحراز تقدم في تحقيق الهدفين الأول والثاني، فإن جدول أعمال التنمية المستدامة يصبح بأكمله مهدداً بالخطر. تشير تقديرات ما قبل جائحة كوفيد-19 أن 51.5 مليون شخص أو 12% من السكان كانوا يعانون من الجوع في المنطقة العربية، بزيادة قدرها 1.1 مليون شخص عن الفترة السابقة للعام 2019. وإذا ما استمر المعدل بنفس الوتيرة السابقة، فإن عدد الأشخاص المتضررين من الجوع سيتجاوز 75 مليون بحلول عام 2030. وعليه فإن من غير المرجح أن تحقق المنطقة هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع، كما سيؤدي تأثير الجائحة على اقتصاد المنطقة إلى تأثيرات وتحديات إضافية تحول دون تحقيق هذا الهدف. سيدات والسادة، بالرغم من هذه الصورة كثيرة التحديات والصعوبات، نلاحظ أن العديد من دول المنطقة يتجه نحو اعتماد وتنفيذ سياسات إصلاحية وبرامج مائية في الاتجاه الصحيح، حيث تعمل الدول على اعتماد أدوات ونهج المحاسبة المائية في التخطيط ورفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم الإنتاجية المائية في القطاع الزراعي والاهتمام بالزراعة المطرية، ناهيك عن الاستثمار في تطوير موارد المياه غير التقليدية كتحلية المياه المالحة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة. وفي هذا الإطار نشاهد في مصر أمثلة كثيرة على ذلك، ليس آخرها افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومشروع تبطين الترع وغيرها من المشروعات الناجحة التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية. وفي سبيل تعزيز استدامة الموارد المائية، تقوم كثير من الدول في المنطقة العربية بوضع سياسات جديدة لمواجهة تحدي نقص الموارد المائية. نجد أيضاً منها بعض المبادرات والسياسات التي بادرت بها المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي استثمرت الكثير في تحلية مياه البحر لتوفير موارد إضافية للاحتياجات المائية، بالإضافة إلى أنشطة كثيرة في العديد من الدول التي لا يسمح الوقت هنا لسردها بالتفصيل. في وقت سابق من هذا العام اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة إطاراً استراتيجياً جديداً
يسعى إلى دعم خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، والتأكيد على عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الإطار تقوم الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من خلال المبادرة الإقليمية لندرة المياه بدعم جهود دول المنطقة من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحسين الأمن الغذائي، وذلك من خلال رفع القدرات البشرية والمؤسسية في مجالات المحاسبة المائية وإنتاجية المياه ورفع كفاءة الاستخدام في الري والترابط القطاعي بين المياه والطاقة والغذاء وتناغم السياسات المائية والزراعية وتنمية وإدارة الموارد المائية غير التقليدية وغيرها من الأنشطة. وتحظى مبادرة ندرة المياه الإقليمية باهتمام متزايد من قبل شركاء التنمية العاملين في مجالات المياه كمنصة حيوية لتسهيل التنسيق في تنفيذ الأنشطة المختلفة وتبادل الخبرات الفنية والدروس المستفادة من المنطقة وخارجها وتوفير فرص لخلق التآزر والتعاون بين الشركاء. كما تشكل المبادرة أحد الروابط الرئيسية الداعمة للأنشطة الرسمية لمنظمات العمل العربي المشترك والمتمثلة في مجالس الوزارية والمنظمات المنخرطة تحت مظلة الجامعة الدول العربية كالمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة الأكساد على سبيل المثال للحصر. لقد أثمرت الشراكة بين المجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والفاو والإسكوا إلى خلق آلية مؤسسية للتنسيق القطاعي بين المياه والزراعة، ونتج عنها الاجتماع الوزاري المشترك الأول بين وزراء الزراعة ووزراء المياه في أبريل من العام 2019، والذي تم خلاله اعتماد إعلان القاهرة كرؤية مشتركة لتحديد معالم التعامل مع ندرة وقضايا المياه من منظور تكاملي يشمل التدخلات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للقطاعات ذات الصلة. ونتطلع لعقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني خلال هذا العام. كما تم أيضاً تشكيل اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى والتي تعقد اجتماعاتها سنوياً على هامش أسبوع القاهرة للمياه، ولقد حققت اللجنة من خلال التعاون مع الفاو والإسكوا تقدم في التطرق لبعض القضايا التقاطعية بين الزراعة والمياه مثل أعداد مسودة الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة وأعداد مسودة الدليل الخاص بتخصيص المياه للزراعة، والتي سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله ضمن فعاليات هذا الأسبوع. إن ما تقوم به الفاو من دعم على المستوى الإقليمي في مجالات اتساق السياسات المائية والزراعية وتحسين مستوى التعاون بين القطاعين يتم تعزيزه أيضاً بأنشطة ميدانية على المستوى الوطني من خلال مشروعات مختلفة في العديد من الدول في المنطقة العربية. وفي هذا الصدد تقوم الفاو بالعمل على دعم جهود إعادة تأهيل القطاع الزراعي بما يشمل ذلك من منشآت الري في الدول التي تواجه أزمات وصراعات داخلية، وقد أدت هذه التدخلات إلى إعادة تنشيط الزراعة في بعض المناطق وتحفيز عودة النازحين إلى مناطقهم ودعم الاقتصاد المحلي من خلال الإنتاج الزراعي والمساهمة في تأمين الأمن الغذائي. أود في الختام إعادة التأكيد على التزام منظمة الفاو التام بالتعاون ودعم جهود جميع الدول في إجراء التحول المطلوب في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية. تمنياتنا لكم جميعاً بالتوفيق والنجاح، وشكراً على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لسعادة السيد عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. الكلمة الآن لمعالي السيدة إيبا زايبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيد وزراء جمهورية مصر العربية والسيد الوزير المعني بالموارد المائية السيد عبد العاطي، أخي العزيز، الحضور الكرام، نود بادئ ذي بدء أن نعرب عن امتناننا الكبير للسيد عبد العاطي الذي أراد أن يجمعنا جميعا في هذه الأنشطة المعنية بالمياه والتي تهتم بمستقبل البشرية بشكل كامل. نشكر أيضا لجمهورية مصر العربية والحكومة وشعب مصر العزيز لاستقبالنا جميعا هنا حتى ننقل رؤية كونغو الديمقراطية خلال الأسبوع الخاص بالمياه بالقاهرة في نسخته الرابعة بعنوان المياه والسكان التغيرات العالمية ما بين التحديات والفرص. السيدات والسادة، إن إدارة الموارد المالية اليوم يجب أن تخضع لعدد من المبادئ، وهذا يسمح لنا بمواجهة التحديات التي تواجهنا جميعا وأن ننتهز أيضا الفرص السانحة. على الرغم من ذلك فإن المقاربة الأفضل هي الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وهو ما يعني أن كل الاستخدامات الخاصة بالمياه يجب أن تتم بشكل شامل، وأن نتخذ القرارات الخاصة بتوزيع الأنصبة من خلال الاستخدام. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل طريقة استخدام على الآخرين، وأن يتم كل ذلك في إطار مقاربة تشاركية. نحن نرتكز على أربع مبادئ تم تحديدها في المؤتمر العالمي الخاص بالمياه والموارد المائية في دبلن 2012. كل هذه المبادئ تم تعزيزها في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 92. مياه الشرب هي مصدر محدود ولكنه ضروري لبقاء الحياة وللتنمية وللبيئة، فإن تنمية وتطوير وإدارة المياه يجب أن تقوم على مقاربة تشاركية تجمع بين المستخدمين والمخططين ومتخذي القرارات على كافة المستويات. فالمرأة تلعب دورا مركزيا في عملية التخزية وإدارة وحماية المياه، وفي النهاية فإن المياه لها قيمة اقتصادية في كافة الاستخدامات، ويجب أن نقر بأن المياه تمثل ملكية اقتصادية كبيرة، وهذا يوصلنا إلى نتيجة هي أن المياه تساوي الحياة، لا بد من إدارتها وحمايتها بشكل توافقي مع الأخذ بالاعتبار كل الاحتياجات.
وبعلمنا بهذه المبادئ فإن إدارة المياه بشكل متكامل تقوم على الإدارة المتجانسة للموارد المائية، ويجب أن نرتكز أيضا على مقاربة قطاعية يتم تنفيذها في بعض الدول. وبلادي جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تتردد لتنشئ مع الجيران التجمعات التالية: أولا اللجنة الدولية لبانجي سانغا منذ عام 1999، مبادرة حوض النيل عام 1999، وسلطة بحيرة تنانيكا عام 2008، وإدارة حوض نهر كيفو في 2011. وهذه المقاربة الخاصة بالإدارة المتكاملة لموارد المياه تتوافق مع قانون 15 الصادر في ديسمبر 2015 المتعلق بالمياه في المادة 57، والذي يتعلق بالاتفاقات متعددة الأطراف والاتفاقات الثنائية من أجل تحديد العلاقات المتبادلة فيما يتعلق باستخدام وتثمين وحماية الموارد المائية والنظام البيئي المائي بشكل منصف وبشكل عادل. جمهورية كونغو الديمقراطية ثرية ب 52% من المياه الصالحة للشرب في القارة الإفريقية، وأيضا نصف مساحتها تطل على الحوض الأكبر في العالم بعد منطقة الأمازون. نحن نساهم بما يقرب ب 65 من المياه الموجودة في حوض الكونغو، وهو ما يمثل أهمية كبيرة لتنمية القارة بشكل كبير. وهذا يعني أن الموارد المائية تمثل قاعدة أساسية لكل الأنشطة التي تكون جوهرا وسببا في وجود الإنسان على الأرض. هذه الأنشطة تساعد في توليد الكهرباء والزراعة والري والزراعة والإمدادات الخاصة بمياه الشرب ومجال السياحة وحماية التنوع البيئي، وأيضا الحد من الآثار المترتبة عن التغيرات المناخية. إن منطقة حوض الكونغو تغذي أيضا الغابات الموجودة في الكونغو الديمقراطية والتي تغذي منطقة لوابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن التحديات التي نواجهها في هذا القطاع ترتكز على محاور ثلاث أساسية: أولا نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة نحو الدول التي تمتلئ بمقومات كبيرة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، خصوصا في مجال موارد المياه والغابات. ثانيا فيما يتعلق بتعدد الجوانب والأبعاد الخاصة بقطاع المياه، فإن الاهتمام بالمياه سيسمح لنا بحماية المنزل الكبير الذي يجمعنا وهو كوكب الأرض. إن تمويل قطاع الموارد المائية مهم للغاية. نظام تمويل قطاع الموارد المائية يجب أن يعتمد على مقاربة جديدة، وأن ننظر إلى إمكانية تمويل أيضا الدول التي تكون حول أحواض المياه، وهذه التمويلات تسمح لنا بالحصول على نتائج مختلفة في قطاعات أخرى مثل الصيد والسياحة والصناعة وغيرها من القطاعات، وهو ما يسمح لنا أيضا بإدماج الأنهار الصغيرة والمناطق الرطبة
في المتابعة النوعية والكمية لموارد المياه، لأنها تساهم في زيادة حجم المياه الخاصة بالأحواض. اسمحوا لي أن أتحدث عن النزاعات المتعلقة بالمياه. جمهورية كونغو الديمقراطية على قناعة بأن المياه يجب أن يكون سق لتحقيق السلام وليس سببا لنشوب النزاعات بين شعوب العالم، فإن اختلال التوازن في توزيع مياه الشرب في العالم وأيضا الطبيعة الديمغرافية لبعض المناطق سيكون سببا رئيسيا في النزاعات الخاصة بالحصول على المياه. حوض الكونغو هو الخزان الرئيسي لمياه الشرب في القارة، وهو أيضا أقل الأحواض التي تحظى أو أقل الخزانات التي تحظى بالتمويل، وأقل الخزانات التي تحظى باهتمام. وبمساحته الكبيرة يحتاج هذا الحوض لمزيد من الاهتمام فيما يتعلق بالأبحاث والتمويل والاستثمارات في قطاع الموارد المائية. إن النزاعات المتعلقة بالمياه نراها بالفعل في منطقة شمال شرق الحوض بين من يربون الماشية والمستخدمين، في حين أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول مستدامة. إن النزاعات المتعلقة بالمياه قد أدت إلى حركة الشعوب، وكان لها آثار كبيرة على الحياة الهادئة للسكان، لمجرد أن المقاربة التي نستخدمها لحل الأزمات لم تكن جيدة وكافية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الوزراء والحضور الكرام، إن قطاع إدارة الموارد المائية لا يواجه سوى تحديات، بل أنه أيضا ينتج الكثير من الفرص، فإن هذا القطاع يمثل ركيزة لكل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا. مرة أخرى أكرر، أدعو إلى مزيد من التمويل لقطاع المياه في الدول التي لديها مقومات كبيرة، لا سيما في عملية تثمين المناطق غير التقليدية ومناطق التي تكون ثرية بمئات الأمطار. هذه الاستثمارات تسمح للدول بعملية نقل افتراضي للمنتجات من القطاعات المستخدمة لموارد المائية نحو الدول التي لا تمتلك موارد مائية كافية، فإن قطاع المياه والكهرباء والصيد والصناعة وغيرها من القطاعات يمكن أن يمثل موضوعا للأبحاث بالنسبة للمتخصصين في قارتنا، حتى نستطيع أن نقوم بعملية نقل افتراضي للمياه، وهو ما له الكثير من الفوائد من أجل تنمية كل الدول وتحقيق الاستقرار في الدول والحد من النزاعات بين الشعوب، الحد من هجرة الشعوب ونقل التكنولوجيا، وفي النهاية يسمح لنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وتحقيق أجندة 2063 لإفريقيا. أصحاب السعادة، أصحاب الفخامة، السفراء والوزراء، السيدات والسادة، الحضور الكرام، باسم رئيس جمهورية كونغو الديمقراطية صاحب السعادة السيد الرئيس فيليكس مولومبو، وباسم رئيس الوزراء رئيس وزراء جمهورية كونغو الديمقراطية، أشكركم جميعا. شكرا لمعالي السيدة إيف بازايبا مسعودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ضيوفنا الأعزاء، يشرف أسبوع القاهرة للمياه في نسخة هذا العام بمشاركة كريمة من جمهورية المجر، والتي تنشط بقوة في مجال قضايا البيئة والتغير المناخي، حيث تتبنى مبادرة دولية تهدف بشكل رئيسي إلى التعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة مع تبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ. تشاهدون الآن الكلمة المسجلة لفخامة السيد آدريانوش رئيس جمهورية المجر، وفخامته عضو مؤسس في منصة رواد المياه والمناخ وواحد من أهم الداعمين والمهتمين بقضايا المناخ والمياه والبيئة. Ladies and gentlemen, Benjamin Franklin said many years ago. Benjamin Franklin منذ سنوات عديدة. أنه عندما يزيد العنف نعرف قيمة المياه. للأسف نحن بشكل متزايد نرى مقولة بنجامين فرانكلين وهي تتحقق. الآن أصبح من الشائع أن نرى هذا الأمر، ولهذا فإن القرن العشرين كان قرن النفط، ولكن القرن الحادي والعشرين هو قرن المياه. إن هناك الكثير من المشكلات التي نواجهها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بدأت منذ 6 سنوات، ونسعى إلى أن نحقق الإدارة المستدامة للمياه في غضون 15 عاما. إن الحقيقة المحزنة هي أن الكثير من الأشياء تبعدنا عن تحقيق هذا الهدف. في الكثير من المؤتمرات التي عقدت في السنوات الماضية تحدثنا عن أهمية زيادة كفاءة استخدام المياه أسرع من الزيادة السكانية، وهذه إحدى الطرق التي من شأنها أن تزيد أيضا من كفاءة الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال خفض المياه المستهلكة. إننا جميعا نعرف أننا نحتاج المياه ليس فقط لكي نقوم بإمداد المياه للسكان، ولكن سنحتاجها في مجال الزراعة والصناعة التي لا يمكن أن تنجح دون كم وقدر كاف من المياه. السيدات والسادة، إن هناك الكثير من الأزمات التي أضرت بالكثير من المناطق هذا العام، وبسبب التغير المناخي يجب أن نكون مستعدين أكثر وأكثر لاستقبال المزيد من الفيضانات التي ستؤدي إلى خسائر اقتصادية. إذن هل نمتلك المعرفة والتكنولوجيا التي ستسمح لنا بحماية أنفسنا من مخاطر الفيضان؟ إن هناك أماكن كثيرة من العالم تعاني من الجفاف بشكل غير مسبوق منذ عقود، وفي الواقع إن هناك أسئلة كثيرة. هل لدينا أنظمة للتعامل مع الجفاف؟ هل لدينا أنظمة تسمح لنا باستخدام طرق ري حديثة، تسمح لنا باستخدام أكثر من محصول، باستخدام خمس أو سدس المياه المستخدمة في الشكل التقليدي؟ هل لدينا أيضا الكثير من الطرق الجديدة؟ وفي الواقع الإجابة هي نعم. حتى اليوم في الكثير من الدول في كل أنحاء العالم 80% من مياه الصرف يتم صرفها في أماكن تؤدي إلى آثار بيئية ضارة، وبالتالي هذا يؤثر بشكل كبير على الأنشطة الزراعية والصناعية. هل لدينا التكنولوجيا التي تسمح لنا بمعالجة مياه الصرف؟ هل لدينا التكنولوجيا التي ستجعل معالجة المخلفات الخاصة بصرف المياه يتم بشكل أكثر كفاءة؟ هل لدينا الطاقة التي تسمح لنا بالقيام بعمل هذا؟ هل لدينا أيضا التكنولوجيا التي تسمح لنا بالمساهمة في تحويل المخلفات الصناعية إلى شيء يمكن إعادة تدويره ويتم استخدامه للأغراض الصناعية بعد ذلك؟ الإجابة على كل هذه الأسئلة هي نعم لدينا. في معظم أنحاء العالم
هناك فاقد كبير في محطات المياه، ففي بعض الأماكن 70% من المياه تتعرض للفاقد بسبب عدم كفاءة أنابيب نقل المياه. إذن هناك حلول لكل هذه الأشياء في الكثير من الدول. الموارد المائية يتم استخدامها بشكل أكبر مما يمكن للطبيعة أن تعوضه. هل لدينا حلول لكي نقوم بقياس ورصد ومراقبة استهلاك وصرف المياه وبالتالي حماية أنفسنا من الأزمات المستقبلية المتوقعة مثل عدم القدرة على الزراعة وغيرها؟ نعم، لدينا القدرة على عمل كل هذا. إن معظم البشرية تعيش على مناطق مشتركة للمياه، وهذا أدى إلى الكثير من الصراعات والأزمات في الماضي، ويمكن أن يؤدي هذا في المستقبل أيضا. إن استخدام مياه الأنهار بالطريقة تفيد من هم عند المصب وعند المنبع هو أمر قابل للتحقيق. السيدات والسادة، إن لدينا المعرفة ولدينا الخبرة وأيضا لدينا الكثير من التكنولوجيا المطلوبة لحل المشكلات المختلفة، وأنا واثق ولدي اقتناع عميق أن الموارد التي تساعدنا على تحقيق التنمية متوفرة، وأن الإرادة السياسية لتغيير الوضع تبدو متوفرة وموجودة. إذن ما الذي نفتقده إذن؟ الوقت. نحن نعرف أن الوقت هو أهم مورد ومصدر غير متجدد. قد يتعين علينا النظر إلى بعض المقولات الشهيرة التي قالها المشاهير من قبل، مثل ما يهم هو ليس ما نحققه ولكن في كم من الوقت نحققه. أتمنى لحضراتكم اجتماعا ناجحا، وشكرا جزيلا. شكرا على هذه الكلمة لفخامة السيد رئيس أدريانوش رئيس جمهورية المجر. إذن تستحوذ قضية التغيرات المناخية وقضايا المياه وتأثيرها على الأمن الغذائي على اهتمامات الدولة المصرية، وقطعت مصر جهودا كبيرة فيها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أولت لها اهتماما كبيرا لدراسة تطوراتها على المنطقة ومختلف دول العالم. كذلك تتطلع مصر من خلال استضافتها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف 2022 بالإنابة عن إفريقيا إلى أن تكون نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف لمصلحة القارة الإفريقية وللعالم أجمع. الآن نتابع هذه الكلمة المسجلة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، ضيوف مصر الكرام، يسعدني الترحيب بكم في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021 من على ضفاف نهر النيل، واهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادي النيل، والتي أسهمت ولا تزال بدور رئيسي في صياغة التراث الإنساني وصناعة الفكر البشري على مر العصور. السيدات والسادة، يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو المياه والسكان والتغيرات العالمية، الفرص والتحديات، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد. وغني عن البيان أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المضطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة فضلا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة
بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية. إن كل تلك العوامل إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية إلى تحدي يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها. وفي ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة، وانطلاقا من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وفي القلب منه منظومة الأمم المتحدة، انخرطت مصر بصورة بناءة في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018-2028، حيث شاركنا بفاعلية في مختلف مراحله، بل وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023. من ذات المنطلق، رحبت مصر بوضع أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي، لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك بهدف دفع جهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية، خاصة ما يتعلق بنظرة المياه وتأمين وصول الإنسان إليها وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض بناء أطر تكاملية ترسخ الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. السيدات والسادة، على الصعيد الوطني تؤمن مصر إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر. ولقد تبنينا الرؤية الشاملة مصر 2030 في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه. كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية. أولا، تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية. ثانيا، تنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاها وطنيا متناميا لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر. ثالثا، ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعا قوميا لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة. رابعا، تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية، وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث. وتخطو مصر هذه الخطوات في مواجهة تحديات جمة ومركبة، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة. كما أن مصر هي أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول،
مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود. لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفاعلية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة. وفي هذا الصدد يتابع الشعب المصري عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وأود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما من شأنه تحقيق أهداف أثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان، وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق. السيدات والسادة، ختاما أود أن أؤكد على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بموضوعات المياه حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون معا، ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها، فلا يخرج منا أحد فائزا في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة. لذا أدعوكم جميعا إلى الانخراط على نحو بناء يتسم بالموضوعية والشفافية في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه بما في ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والتنموية والاقتصادية. كما أرجو أيضا أن تتيح نقاشاتكم مزيدا من تطوير المفاهيم والمبادئ ذات الصلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، وحث الدول التي تتشاطئ الأنهار الدولية على إعلاء قيم التكامل والمشاركة وتفعيل قواعد العدالة والإنصاف وعدم الإضرار بمصالح جيرانها. وأؤكد لكم أن مصر لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم الذي يتسق مع قيمة المياه التي لا تقدر بثمن والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها. ضيوفنا الأعزاء، مرة أخرى أهلا بكم في القاهرة، ولأن الوقت يداهمنا فإن الاستراحة المقبلة ستكون ل15 دقيقة، بعدها نبدأ مباشرة الجلسة رفيعة المستوى والمنعقدة على هامش أعمال أسبوع القاهرة للمياه 2021 تحت عنوان حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكراً.